دخلت بواحد الطرق ديال العشوائيه في واحد المجموعه ديال فقط باقي تمشيو حتى في العشوائيه في هذه المسائل من القرارات. كيفاش جي تنظيم هذا اللقاء اليوم بعد الاجتماع اللي داروا المكتب التنفيذي ديال الاتحاد الوطني الممول للحفلات؟ هذا اللقاء هذا اللي بالفعل للاسف الشديد انه تلقاو بان البلاغ الحكومي تيقول بان هذا يسمح بتنظيم التظاهرات واللقاءات يعني في حدود ديال 50 وفوق 50 بترخيص، وللاسف الشديد انه واحد المجموعه ديال المسؤولين الترابيين تيمنعوا الارباب القاعات ديال الحفلات بانهم يسالفوا العمل ديالهم. اليوم بهذه المسائل هذه غير معقوله، وخص لابد انه يكون توضيح من الحكومه. نعم كنا تنقولوا بان الحكومه السابقه تتاخذ قرارات عشوائيه، ولكن للاسف الشديد راه بحال هذا النوع القرارات تتغجل الناس. اليوم هذه الحكومه غادي نتهموها بانها بالفعل انها تتخذ قرارات عشوائيه. اليوم لابد من دواء القطاع ديال الممول الحفلات، تنعتبره من القطاعات اللي تضرات بشكل كبير، واللي بالفعل انه خصها تستانف العمل ديالها. ولكن راه لابد اننا اليوم خص مديريه الضرائب، راه حنا شنا اليوم الناس اللي بالفعل عندهم اشعارات باداء الضرائب، كيفاش هذا واحد السيد واقف عامين تنصيفط ليه اليوم باقي ما بداش حتى الشغال ديالو تنصيفط ليه انذار تنقول لك خلص الضرائب. كذلك اننا خصنا لابد ان الناس نبحثوا على وسائل باش ندعمهم. الدعم ما يقدرش يكون مباشر، ولكن يقدر يكون غير مباشر، يعني اننا نعطيهم اعفاءات ضريبيه، نعطيهم واحد المجموعه ديال الامور على الفتره اللي كانوا واقفين فيها. كذلك لابد اننا نسجلوا اليوم أننا نحن في حاجة إلى أبناك المواطنة، لأنه للأسف الشديد الأبناك ديالنا ما عبرتش على وطنيتها خلال هذه الفترة ديال الجائحة. تمشيو للنقل السياحي تلقاو بأن الأبناك بركة تتحج ليهم في السيارات ديالهم، تنجيو لأرباب الحمامات تلقاو بأنهم تطالبوهم بأداء الديون وما داروش معاهم إعادة الجدولة، تمشيو لواحد المجموعة ديال المقاولات الصغرى والجهات الصغرى اللي بالفعل اليوم تئن بسبب جائحة كورونا، وزاد الأنين ديالها بسبب مطالبة الأبناك بأداء أقصى الديون اللي بالفعل ما عندهاش. إذا اليوم خاص الأبناك أنها جوج ديال الحوايج تعمل، دير إعادة الجدولة ديال الديون ديال الناس، وكذلك أنها تفتح لهم سبل ديال التمويل، خاصها تساعد الناس على بأنهم تعطيهم يعني واحد مجموعة ديال القروض بنسب تفضيلية بحال انطلاقة ديال واحد 2-2.5%، إلا بالفعل أننا كنا بغينا نراهنوا على 95% ديال المقاولات الصغرى والجهات الصغرى المتوسطة اللي تتمثل النسيج المقاولات في المغربي، وبغينا أننا بالفعل نزيدوا بالقدام بالاقتصاد ديالنا الوطني.